وسط البلد، وسط الأحلام والذكريات الجميلة، تميزت جدة بثوب الفخامة والرقي من خلال جدة التاريخية اللي فتحت أبوابها للجميع لتنقل لهم صورة حية من الزمن الجميل. في وجهات البيوت وطرق المتعرجة، فن معماري فاخر يضم مجموعة من المواقع التاريخية، منها سور جدة، دار آل نصف، مسجد الشافعي، وحارة المظلوم، وللحديث بقية. هذه المدينة الجميلة والتي ضاربة بجذورها في التاريخ، عمرها زمني أكثر من 3000 قبل الميلاد، سكنتها قبيلة قضاعة. طبعا المدينة تشتهر بعدد من المباني والمساجد التاريخية والتراثية والأثرية، من أشهرها هذا المبنى الذي يوجد في المدخل، وهو بيت البترجي، والذي كان في فترة من الزمن مستقر للسفارة الأمريكية من عام 948 حتى 952 من الهجرة. طبعا هناك بيوت كثيرة، من أشهرها مثلا بيت قابل وشارع قابل، الشارع التجاري المشهور في جدة. في خلفنا بيت باناجة، وظاهر عليها الحجار التي بنيت منها بيوت جدة كلها، وهو يسمى الحجر المنقبي. تنتشر في الحارات القديمة اللي في المدينة بسطات وعربات تقدم الأكلات القديمة. هيا تعال جيب معك العيال، إذا أردت أن تشعر بالراحة خذ لك حبة تفاحة، ولو تبغى أحلى أكل تعال أدوك من عندي الأبل. اكسكيوز مي، ماي نيم از جيمي، أي أم فروم جدة، وشغلتي بياع كبدة. من مدينة جدة التاريخية للقبس الإلكتروني، جنان الزيد.